فما مكاتبة هامة جدا فهمتني اللي هي خرجت من هنا 15 مارس واللي هي مظروفة بالملف القضية، هي فهمتني مكاتبة لمدير العام للتنسيق الجهوي بوزارة الداخلية باش يعطينا أسماء الأفواج والفرق نتاع النظام العام اللي جات لحي النور وبالتواريخ وحي الزهور وتالا. هذيك ظلت دون جوابي لحد الآن. مدير لأنه علاش هذيك علاش هامة جدا؟ لأنه توا أنا كي تعطيني هذايا محمد خضراوي برشا شهداء برشا شهود قال لك ضربات القناصة اللي هي فوق الفارماسي نتاع حي الزهور. وهو طل من وراء الجامع طار فهمني راسه بالكاسكيت فهمني طار مخه بالكاسكيت فهمني. هذه الناس كل تؤكدها. لو أنه أنا تعطيني الفوج هذاك تاع جابس ولا تاع نابل ولا أنا قديش فيهم من امرأة؟ أنا القناصة هذه بسهولة لخاطر كانت كل ما تضرب تصيح إليه وتعمل هكا لشعرها معناها خاطر كانت كل ما تضرب تصيح إليه وتعمل هكا لشعرها معناها خاطر كانت كل ما تضرب تصيح إليه وتعمل هكا لشعرها معناها نحي الشابوت يعني عارفينها الناس وشافوها ولاحظوها وثم حتى اللي شكون ضربها بكنتولة راه ثم شكون طلع عليها وضربها بكنتولة وداخت وهزوها أصحابها هربوها فهمتني. وإحنا أنا كنت ناوي باش نمشي ندور المصحات والواحد باش نعرف اسمها فهمتني كيفاش دخلت وكيفاش داوها فهمتني مين اللي غالب أنا في فهمتني شهرين و15 يوم ياسر كانت النوايا كنت باش نعمل وكنت باش نمشي كنت بون هذاك التخطيط عامل وانا خاطر كنت نحسب روحي معناها متعهد تماما لكن وقت اللي تخليت معناها ما عادش نجم نعمل حتى شيء لانه كل الاعمال اللي باش تعملها من بعد